Unfortunately, this test is subjective and cannot be repeated as frequently as the physician would like because of patient's problem like attention, fatigue, comprehension, and boredom. Most of the available devices are expensive, not easily portable, and should be operated by skilled personnel, which the above-mentioned factors lead to obstacles in performing these tests in developing countries or in screening programs and in areas outside the eye care facility. Thus, it would be nice to have a way to examine the patients by themselves at their convenience to fill in the gaps. وبالتالي هقلل عدد المرات اللي أنا محتاجة أفحص العيان دوت في الأوفيس أو في الآي كير سنتر. الحقيقة أن innovative solutions have shifted from internet-based and desktop-based methods to more portable and virtual methods that reduce the number of visits and increases engagement of the patient during the test and reduces fixation losses. Recent technologies advances make it easy to perform the test using either tablet displays, websites, or virtual reality headsets. أول مثال هنقوله النهاردة مثال موجود اسمه Visual Fields Easy. ده application موجود على الأب ستور freely وحاولت أنزله على اللاب بتاعي. لا هو لازم ينزل على آيباد. العيان ممكن يعمله هو قاعد في البيت لابس النير جلاسز بتاعته على بعد 33 سنتي من الايباد وهو بيبقى مونوكيولر والعيان بيبقى بالسكرين موجوده عنده الفيكسيشن تارجت موجود مثلا على اللور ليفت كورنر الاستيمولاي بيبقى بريزنتد على الابر رايت كورنر 24 دوتس بس بذا سيم انتنستي كلهم 16 ديسيبل وذا سيم سايز اوف 5 جولدمان سايز يبقى هو هيقول لي العيان شايف او مش شايف وخلصنا مش هيديني كوانتيتيف داتا للديسيبلز بتاعت العيان او الريتينال سنسيتيفيتي بتاعته. في المجموع انا عندي 24 نقطه في كل كوادرنت بالتالي هيبقى عندي 96 نقطه في التست ككل. دي المين تكنيكال ديفرنسز بتوين الابلكيشن اللي قلنا عليه وبين الفيجوال فيلد الهامفري. هنلاقي ان هم في حاجات متشابهه وحاجات مختلفه. اهم ديفرنس ان احنا قلنا ما عندناش رينج اوف انتنستي بفحص بيها العيان يا اما شايف يا اما مش شايف. المشكله الثانيه ان انا مش ضامنه ان العيان هيبقى في فيكس ديستنس ديورينج ذا تيست. احنا المفروض ان قلنا هيبقى على 33 سنتي من السكرين. الحاجه الاخيره ان الفيكسيشن از موفبل في الابلكيشن دوت لكن في العيان في الهامفري فيجوال فيلد الانايزر بيبقى موجود في السنتر طول الاكزامينيشن. ده شكل البرنت اوت بتاع الفيجوال فيلد ايزي وده شكل الجراي سكيل بتاع الهامفري وحقيقه انا شايفه ان هما يعني كومبارابل برضو. ده انذر اكزامبل. التست الاولاني ده او السوفت وير الاولاني خلى الناس تفكر انها تعمل برضو تيست او سوفت وير موجود على ممكن استخدمه على الايباد بس يبقى كوانتيتيف يديني بقى هل العيان دوت السنسيتيفيتي بتاعته ريديوزد ولا مش ريديوزد. وده شكل التست اللي هو بقى ديفلوبد بعد كده واسمه ميلبورن رابت فيلد. الفيكسيشن الاول بيبقى في السنتر بتاع السكرين والعيان اول ما بيشوف الاستيمولس بيتاتش اريا محدده اللي هي تاتش زون مش بيفضل يدوس مكان كل استيمولاي بيجي. لا هي في حته معينه هو بيدوس فيها شايف او مش شايف. بعد كده الفيكسيشن بيبقى تشينجد بياخد فور كورنرز اوف ذا سكرين. التست دوت بالرغم ان هو فيه ليميتد in range of intensity للديسيبلز اللي انا بفحص بيها العيان وجد ان هو has good results and high correlation with the results اللي بقت obtained من الهامفري فيجوال فيلد انانايزر which makes it suitable for longitudinal follow-up and examining the patients at home. ده شكل البرنت اوت بتاع الهامفري وده الكورسبوندنج ام ار اف برنت اوت وشايفين ان في نيوميريكال ديسبلاي والجراي سكيل بتاعه كومبارابل مع الهامفري ومديني برضو توتال ديفيشن وكوركتد باترن ديفيشن ديسبلايز. Recently, the application of virtual reality headsets have been entered in visual field testing. ايه الادفانتج بتاعتها؟ هو عباره عن جهاز صغير
light of light of flow weight ممكن اتحرك بيه اعمل screening in remote areas بيبقى helpful in countries with low resources. والحاجة الثانية ان هو ممكن يدخل في telemedicine programs او ان اعمل بيه examination للpatients at home اللي مش قادرين يتحركوا ويروحوا الاي سنتر. ومش بس الميزة بتاعته في الـ under developed countries او في developing countries, لا ده هو برضو نفع في الpatients اللي هم موجودين في developed countries ان هو قلل البريشر او الستريس الموجود على الدكتورز. ليه؟ لان العيان ببساطة شديدة هو قاعد في الويتنج روم بيعمل الاكزامينيشن دوت ويدخل للدكتور by the result in his hand. ايه بقى الادفانتج بتاعت الفيرتشوال رياليتي هيدسيتس ديت اوفر البورتابل ديسبلايز؟ احنا قلنا ان احنا مش ضامنين ان العيان قاعد طول الفتره على بعد 33 سنتي من المونيتور او من السكرين بتاعت الايباد, لكن وبرده مش ضامنه الفيكسيشن بتاعه. هنا اتغلبنا على مشكله الفيكسيشن لان الفيكسيشن فيه ادجستبل علشان الابلكيشنز ديت بيبقى معاها جاست تراكنج. برضو الانفايرمنت اللي بيعمل فيها البيشنت الاكزام ديت بتخليه انجيجد ديورينج ذا تيست. ده شكل الفيرتشوال رياليتي هيدسيت وفيها مكان للترايل لينس هولدر, وشكل البيشنت وهو قاعد بيعمل الفحص بتاعه برضو زي ما قلنا بيبقى مينوكيلر وهو ماسك معاه باتون كل ما يجي له ستيمولس بيدوس عليه. Different examples are available in the market. أشهر واحدة فيهم الـ Vivid Vision. في studies اتعملت علشان تشوف الـ reliability بتاعت الـ virtual reality goggles ديت, ووجد إن في high correlation between the results اللي obtained من الـ virtual reality headsets and visual field الهامفري. وبالرغم من كل ده هيبقى ان لازم العيان يتفحص باي جلوكوما كونسلتنت ات ريجولار انترفلز تو اسس الانترا اوكولار بريشر الاوبتيك نيرف هيد ابييرنس اند ستراكشرال ماركر ستراكشرال ماكيولار اند نيرف فايبر لاير ايمجينج. السكند ستيب اوف امبروفمنت ان انا عايزه احصل على فيجوال فيلد من غير ما اضطر ان اخلي العيان يدوس على زراي او يعمل اي ريسبونس, الغي السبجكتيف اليمنت اوف ذا تيست, which was the idea for what's called in google. الان جوجل ديت عباره عن جوجل mounted on the head وفيها كونكشن مع اي اي جي اند جروب اوف الكترودز تو ميجر برين اكتيفيتي. يبقى انا هقدم للعيان ستيمولس في الفيجوال فيلد بتاعه وهو لابس النضاره, البرين بيرسبونس وبيبقى متسجل بالالجوريثم بتاع الان جوجل, وبالتالي بتعمل اناليسز وتقول العيان دوت في الحته ديت شايف او مش شايف وشايف بسنسيتيفيتي قد ايه. In the era of artificial intelligence, researchers are exploring to get benefit from this technology in different ophthalmic examination results. من ضمن الحاجات طبعا الفيجوال فيلد, وفي multiple publications have analyzed automation of artificial intelligence in detection of glaucoma. مش بس في detection of glaucoma, واستخدموا الجراي سكيل باترن دخلوه لل AI model عشان يتدرب عليه ويقدر يحدد دوت normal ولا abnormal visual field. وكانت الريزلتس ان لو الفيلد بتاع العيان لايت كالرد زي كده يبقى ده انتكت فيلد, اي نقط حمراء موجوده تبقى دي فيجوال فيلد ديفكتس. مش بس كده, هو مش قدر بس يحدد العيان ده جلوكوماتس ولا لا, ده قدر يعمل كلاسيفيكيشن للفيلد تشينجز اللي موجوده وقسمها لسوبيريور وانفيريور ديفيوز لوس وذ فاريوس باترن. كمان مش بس حدد ولا قسم, ده قدر يتوقع الفيلد تشينجز اللي موجوده من مجرد ان انا دخلت له الجراي سكيل بتاع العيان, متوقع بعد 10 سنين هيبقى شكله ايه, بعد 5 سنين هيبقى شكله ايه, earlier than other conventional methods. في النيورولوجي بقى الريسنت ادفانسز ان كان في حاجه اسمها كولين شورت was developed by Colin in Edinburgh 30 years ago. الشورت ديت مكونه من 8 ريد ديسكس, العيان لو هو ما عندوش اي مشكله في السله او السوبرا سله او بالا سله باثولوجيست هيقدر يشوف في الثمان نقط بنفس الساتوريشن بتاع النولن الاحمر اللي موجود. خدوا الشورت ديت وعملوا لها ديجيتاليزيشن او عملوا لنا الريد كولر بريمتري, كل عين بتبقى اكزامند
وكل نقطة العيان بيتسأل فيها سواء هو شايفها clearly visible, barely visible ولا not visible, وبالتالي بيعملوا analysis ويطلع شكل الفيلد بتاع العيان كده. ده example للكولن تشارت قبل ما العيان يعمل surgery for pituitary adenoma, وده الشكل بعد ما عمل surgery. طيب بالنسبة بقى للأطفال, الأطفال متعبين جدا في الفيجوال فيلد والكوبريشن بتاعهم. في سوفت وير برضو موجود بيستخدم سوبرا ثريشولد فيديو جيم. العيان بيقعد وبيتفرج وبيلبس سبيشال جلاسز وبيبص قدامه على السكرين وبيشوف, بيطلع له شخصية معينة اللي هو الكاسبر دوت, وبيبتدي بقى الجهاز يطلع له شوية انفيدرز ممكن يجوا على البريفرال او في السنتر بتاع الفيجوال فيلد. هو مهمته بقى لو هو شايف الانفيدرز دوت ان يعمل اليمينيشن للانفيدرز ديت. وجدوا ان الريزلتس بتاعته برضو convenient and effective and correlates with Humphrey field results. طب لو العيان بقى دوت صغير وما عندوش cooperation في الاطفال اللي هم مثلا من سن سنة لحد 10 سنين, لا اعتمدوا على طريقة تانية يشوفوا بيها الريفكسيشن سكادج موفمنتس, وبتبقى بتتسجل باي تراكر موجود تحت الجهاز زي ما احنا شايفين هنا كده. الطفل قاعد وقدامه سكرين والاستيمولاي اي بروجكتد على السكرين, وهنا موجود اي تراكر بيسجل الحركه بتاعه العيان اللي موجوده, وبيديني العيان شاف النقطه دي ولا ما شافش من غير ما يدوس على باتون ولا يبقى كوبراتيف. المايكرو بيرمتري هو الصريحة يعني حاجة قديمة موجودة من 1985, بس الجديد فيه ان حصل شوية advancement عليه, ان احنا بدل ما كنا مثلا في الاول بنعمل المايكرو بيرمتري مع الكولورد فاندس فوتوغرافي بس, لا دلوقتي بقى ممكن اعمل مع SLO, او more recently بقيت بعمل المايكرو بيرمتري مع الاوبتيكال كوهيرنس توموغرافي ايميجز. By the end of this presentation, we can say that automated algorithms will continue to improve as we enter the data, the era of big data. With more data, the algorithms could optimize comparison of patients with similar severity or with their own baseline with better predictive analysis. وفي النهاية فعلا وفق كل ذي علم عليه.